صباح الخير إليك كاتي، صباح الخير لابراهيم، صباح الخير لضيوفكم الكرام الأعزاء دائما بهذه الشاشة، الشاشة الوطنية، شاشة التلفزيون الأردني، بهذا الربط المباشر من محافظة الزرقاء. أكيد اليوم أنا مع شخص أنا بعتبره عظيم، وشخص أنا بجوز أعتبره أستاذ، وشخص يوجد فيه الـ دائما الإبداع. نحكي عن الخبرة، العم رسام، ولكن العم الحاج خضر خليل. الله يصبحك بالخير خليل، يعطيك العافية. الله يعافيك أبويا حجي. يعني إحنا اليوم بفقرتنا هي مميزة بوجودك معنا، ونحكي اليوم عن مسيرتك الفنية بالرسم حجي، وتحكي لنا حبك لهذه المهنة. والله يعني الإنسان، كل إنسان يعني بيحب شيء بضل عليه وبدوم عليه. فأنا يعني من يوم ما خلقت وأنا في موضوع الرسم اللي بقدر عليه. طبعا المواد كلها مش تمام، أما الرسم متفوق، حتى يتعلق بالرسم فأنا كنت جيد فيه. يعني كنت العربي أخذ صفر، ما عدا الإنشاء أخذ 15 من 15. جاي شو السبب حجي؟ لأن الإنشاء فيه تصوير، فيه ملكات خاصة. بعدين كنت يعني أكثر من الروايات، لأن الروايات تصوير، اللوحة كل الإصطلاحات الفنية الموجودة في الرواية وفي الموسيقى وفي الرسم نفسه. الهارموني هو الهارموني في الموسيقى، الخطوط، التنغيم هو التنغيم في الخط، التنغيم عندهم في التون، التونات. إحنا نفس الألوان، طبقات الألوان اسمه تونات. طيب حجي، يعني احنا بنحكي ما شاء الله على عمرك، الله يطول بعمرك يا رب ويعطيك الصحه دائما، ولكن بجوز احيانا احنا بنحكي الرسام او الفنان تعودنا عليهم يكونوا شباب صغار بالعمر، وانت ما شاء الله عليك، يعني نقول عنك شاب حجي ولا؟ والله ما فيش واحد بيستحي من عمره. العمر ما شاء الله. قديش عمرك على الهواء حجي؟ العمر 80 الحمد لله. الله يطول عمرك. بدينا في 80. الله يطول عمرك. طيب 80 عام وانت ترسم، وانت بتقدم بهذا الفن، وزي احنا بنعرف شو اللون اللي اخذته بهذا الرسم؟ والله انا مشيت لغايه الان ماشي في الحركه التكعيبيه، وامتداد لها التجريد والاشياء. فاحنا هنا ماشيين، مش من السهل ان الانسان يعني يدخل في طريقه عشوائي، ما في إشي بيجي من فراغ أبدا إلا بعد التجربة وبعد الممارسة وبعد المعاناة بتيجي. فأنا الآن برسم في التكعيب. يعني أنت مصمم على هذا النوع من الرسم، وأنت دائما يعني حتى يأتي الله بأمره. ما بتقدر تطلع نعم وتقول بدي أعمل كذا، لأنه بفوتك أشياء. أنت الآن ماشي في خط نعم، وبعدين تتركه مرة واحدة صعب. لازم يكون تدريجي، كل شيء بدك تعمله في الفن تدريجي. فأنا التكعيب هذا صار لي فيه يمكن 50 سنة الآن. 50 سنة بالتكعيب، ما يميز التكعيب يا حج خضر؟ يميز أنك بتكسر الفورم والمساحات، ويعني بتلغي أشياء الواقعية بتحورها. يعني الشكل المستدير بتعمله مكعب، كل إشي بالصورة أو بالرسمة بتحوره للتكعيب. يعني هذا موضوع صعب بالمناسبة، موضوع صعب ودراسي، وبعدين في دقة. يعني بدك تكعب الماء، بدك تكعب الأرض، بدك تكعب السماء، كل هذا بده يتكعب. ما بتقدر تكعب شيء وتترك شيء. حجي حكيت لنا قصة قبل الهوى عن أيام المدرسة، كيف كنت ترسم أيام المدرسة وأيام الحصص الدراسية بالمدرسة؟ نرسم هالدفاتر، نخرب هالدفاتر، الناس تنتبه للحصة وإحنا دايرين نخربش صورة. نرسم مرات ممثلين عن غيب، شكر سرحان، فريد شوقي، أيام أفلامهم. ما إحنا مناش ثقافة غيرها، ما عندنا يعني شيء. قديش قعدت في المدرسة حج؟ أنا قعدت في المدرسة، الناس تخرجوا قبلي ب4 سنين نعم من التوجيه. لأن أنا هذا اللي بدي أوصل له يا حجي، لأني مقابل 4 سنين ضعت في الرسم. فكان يعني والدي الله يرحم الأموات يعني كان يقول لي أنت ضيعت الدنيا في التساوير، هاي التساوير الرسم يعني.
كان في عند القوات الطوارئ الدوليه في غزه كانوا البوليس الدولي يجروا الروايات العالميه هاي ويرموها في الرابش السويل يرموها في الرابش. احنا نلم الروايات هذه نقطع الغلاف عشان تاخذوا رسمه عشان ناخذ لانه كل غلاف لوحه مشاهير الرسامين ولوحات راقيه يعني حجي يعني الحديث لا يمل معك صراحه وهذه الاشكال الجميله داخل هذا المتحف البسيط الرائع جدا بهذه الالوان الجميله ووجودك الاجمل بجوز حاب توجه رساله الان للفنانين الرسامين اللي بدهم يبلشوا بهذه الهوايه شو بتحكي لهم قبل ما ننهي لقاءنا معك الصبح من خلال برنامج يوم جديد بده يدور وين في جديد وين في شيء يحرك ايديه يشوف بده يتفرج على معارض بده يتفرج على افلام لازم بده يشوف ثقافه عامه عن الفن يعني يشوف كتب للفنانين رنوار فان جوخ بيكاسيو جيب كم كتاب عنده شوف اعمالهم شوف كل واحد له مشكله في شغله بده يتعرف على الاشياء حجي انا بدي اشكرك واشكر هذا الكلام الجميل والحديث معك لا يمل بصراحه ولكن باذن الله وقت فقرتنا معك لهذا الصباح بدي اشكرك والله يطول عمرك ودائما من ابداع لابداع وان شاء الله تكون الاجيال القادمه ايضا تتعلم منك حج خضر خليل كل الاحترام لك الله يحفظك إذن مشاهدينا الكرام بجوز هذه الفقرة المميزة وأنا بعتبرها مميزة ومن أجمل الفقرات اللي طلعت فيها من خلال هذا الربط المباشر من برنامج يوم جديد مع الفنان والرسام خضر خليل زي ما احنا شفنا الله يطول عمره 80 عام وما زال بعطي هذا الفن حقه بصراحة وفي هناك إبداع وفي صورة وفكر عند الحج خضر الآن رح أرجع إلى كاثي وإبراهيم لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد.